كيكة في المولة العادي. عندنا كاس مملوش من الحليب، نص كاس تاع الزيت، نص كاس تاع السكر، ثلاث بيضات، زوج مغرفتان نشا، مغرفة كاكاو، باكي من الصالة ليفير، وزن 10 غرام، وفرينة حتى الحاج. نبداو بسم الله، نطلعو البيض مليح مع السكر. جوج مرات تاع الفرينة نغلقلوهم، ونزيدو الأوليفي. نضيفو رشة ملح، ونقسمو الخليط لنصفين. نضيفو دوكا الفرينة حسب الحاجة، نضيفو مغرفة تاع لافاني ونخلطو مليح. الخليط الثاني نضيفو له زوج مغارف تاع الكاكاو مر، نضيفو الفرينة، نحطو بالعقل ونشوفو. الكلب ديالنا درناه بالزبده وشيناه بالفرينه وكان مضروب فيه العجين. بسم الله، نضيفو العجين تاع الشوكولا، نحطو في الوسط. كنضيفو ملعقة بيضة وملعقة شوكولا،
نعرف الطريقة هذه من بعد ما نجرب. بعد ما كملنا العجين ديالنا نزينوها نحكم واحد الكوردون هكذا. كنو سخنا الفرن ديالنا مليح 180 ندخلوها حتى ونرجع نشربكم ان شاء الله. نحضروا كريمة التزيين، عندنا مغرفة تاع النشا، مغرفة تاع السكر، مغرفة تاع كاكاو، كاس حليب، مغرفة كاكاو، مغرفة سكر. نحطوها نبيت نحطوها فوق النار من بعد نرفعها الفوق كي تاكل نحيوها من فوق النار. بعد ما بردت الكيكة ديالنا نزينوها بالكريمة، نحطو الكريمة في النص. عندنا صوص الشوكولا دوبناها بالشوكولا بزوج مغارف تاع الحليب، نضعوها فوق الكريمة. كريمة الشانتيي نزينو بها الحواف تاع الطرطة تاعنا. الكيكة ديالنا من بعد ما وجدت وزيناها ان شاء الله تعجبكم، نقصها معكم تشوفوها كي جات. ومع السلامة.